تتأهب بريطانيا لمواجهة ليلة هي الأكثر حرارة في تاريخها، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن التعامل مع الحالة. وذكرت صحيفة تيليغراف البريطانية أن درجة الحرارة الصغرى يمكن أن تصل ليلة الثلاثاء الأربعاء إلى 24 درجة مئوية في جنوب شرق إنجلترا. يذكر أن أكثر ليلة حارة شهدتها بريطانيا وصلت فيها درجة الحرارة إلى 23.9 في يوم 3 أغسطس عام 90. أما أكثر ليلة حرارة في شهر يوليو فكانت عام 48، وبلغت درجة الحرارة فيها 23.3 بحسب أرقام خدمة الأرصاد الجوية لبريطانيا.